مرح بيسوين بس الفرح مقرنة دملال يذوين ذو قطونا ما ينوز تدويل تنوين القانون في مسال ذي مساغ ثانو مي ذي كلت ذي 15 بوسان تبلي ليد يذوين أمس لينا ديما غف القانون ذوين قرصة على ذغاغي وسوف سس سلفية تاكم ثغفي غفي مذانين ذي يبون بوفريد إيدي سيس ودي فكار المشاريع إوين يتسلسنا كثذرين ثم يلاغي ساعة غتفوت ميلي ساعة غتفوت في الغف ديني ناس أكنا ديار ثذري مثي ناس ما بلا ما يصف غد الكارطة إيو خصيمي ناس لي زانجونكسيون أبيين أوامر الأداء التكير يتمثل فوق فرد نوية وال السكير لكذ ماتخ مراد عملي كي نعزلو مرحبا سكير أزولو تمنى ولا زولوك في مديان أني غدي سلن وإن شاء الله تيك التاي إن شاء الله هاد النوية الهضره في التمثال يعني سوا زاليس وبالك هذا تص بو ذاك شورت ونسيني راه فري ذاك من رئيس اللي من رئيس هكا غيد نناغي هي غطس ما نوغال غار الواقع انا غار تمتي بلا شي كطس بو ذاك غادي توالي لا وانا كي غاشيني طس بو ذاك تيدير نغف لكن يتلسن تذريم تو تذريم ثيك ولا تذريم مقرن بلا شي كسقار نتوريك ويا درا نسعيك والحقي وكنا نروح نظفر فري ذاك وقبل هاد نسفهم يوك ثم سالتا كي هذا شو نقصص لي زانجونكسيون ابيين اوامر الاداء بسم الله الرحمن الرحيم بصح انا ولا ثم سالتا هي نظريه نظريه الامر الاداء لانجونكسيون ابي ساعه لاصليس يعني بس يعني نسخه التاريخيه يعني في الناس نبذه لاصليس سي القضاء الفرنسي سي ابري ثوره الصراع ثوره صناعيه 1937 اما كان المشرع في فرنسا يوالى بلي بزاف يمدانين يسعى لي تيتر يعني لي تيتر اللي دات نسن سعى يعني باش تبتن اين تايل نس يدري من ولكن وصوضنا راه باش داوين يدري من الما خد من يعني خصومه قضائيه يعني دعوه قضائيه يعني سوفون ديال الكارطاي وخصي فكنيت بالورد الفكره هي زار المشرع باللي سي با نورمال كو انسان يسعى يعني اون دات اونفير كيلكان دوطر يعني يسعى يتايل هو بعض النظام يدري من يسعى يعني ثبوت الدليل يعني يدس في قانون باللي يتسلس تذريم يتايل تذريم تني يسعى كلش ايوا شو يعني نرنو نصعوص يروح يعني تنجد يروح هذه بريد الدعوه القضائيه ما كنا نسن المثل الشائع يعني يقال ما ان موفي ارونجمون كان بون جيجمون ان جيجمون مهما يكون يعني الخصومه القضائيه مهما يعني تلا وتاود الحق ولكن ساعة يعني بريد يظل ساعة الاجراءات يعني قل وقت قل المصاريف وهذه دونك فكي المشرع الفرنسا يقن النظريين الامر الاداء لانجونكسيون ابي ذا شو تسرد نواليا ام كي تنظم من بعد في الدرس الدوني تاوك المشرعين الدوني تاوك الترسانه القانونيه الدوني تاوك دازك والقانون تمورث النظام يعني سواء قديم يعني القانون المدني الاجراءات المدنيه 66 من القانون الجديد القانون الاجراءات المدنيه 2009 داغني يوكدت في تمسات الاوامر الاداء في كياس زاليس سي الماده 306 قانون الاجراءات المدنيه والاداريه الميد الماده 309 دونك ما نوالي كان ديجا القانون ينضم سي الماده 3 4 6 7 8 9 ما كان مبسط يعني اجراء مبسط يتبسط للمواطن باش يزيد هنا بريد امكي المواطن يسعى يعني يندات يعني يسعى الدين اروايضنين امكي قلق غادي يروح على المحكمه باش يداوي لانجونكسيون ابي يعني امر الاداء هو شو باسكو الامر الاداء يا ما سنوال شو الفايده يربح الفايده فوالا الفايده ديك الساعه ما سنوال الامر الاداء ايني سيك تزمرض اداوي يعني الالزام تكوموندير لاخصيميك وني تصايل ذاك باش اداوي يدري من يعني ني تصايل ذاك زمرض انت داوض سي قيون الوقت يعني زمرة دنيني وليت على الدائره 15 يوم ايوا شاد ديني هكا باسكو تراد نهضر يعني في الشروط طالب طالب بدني الطالب ماشي عارضه لانه ما ند عارضه باسكو الدعوه تراد سي الطالب راه توجه لرئيس المحكمه بس وجه الطالب ما راه ديوي الامر الاداء اني ما يوفي الشروط الشكليه لا داتنيا ام كي لقاتي لي عيني تصير ذاك ام كي لقاتي لي يجمع هذه لي شروط ندينا كي ها بلا شك القانون يمسلي دولا غف شحال لا صوم نا شحال يقلق من تدريب تاعها تفكاد شحال لو سوي نا غير كي يبغوا تدريب المشرع يناد وين يسعى يعني الدين ثابت يعني فكاد شروط الدين داش بصفه عامه داش الشروط الدين الى قضيه الدين ثابت داش ثابت الي بروفي
بروفي افيك كوا الى قضيه اللي ثابت سوا يلزم هذه اللي يسعوا سفتاجه يلزم هذه يسعوا العقد يلزم هذه يسعوا ان فاكتور يلزم هذه يسعوا ان اعتراف بالدين رسمي عرفي يلزم هذه يسعوا ان انجاجمون سا ديبون او كلي تيتري كلانك المعاملات التجاريه كاري مدان يعني الحياه العامه دونك الشرط الام زوالو هكا ساسي الى قد تهيض باللي عتان الدين ايش واش يتسيالا يلزم هذه ليس ان شاك الشك ده أن يزمر الشك نية ده وضر ما أكن تفغوث إلي في ليت ورق ذي أغل مهمة ذي لي غل سوارو ذي الكاغاض كامل إيه إلا قد إلي ثابت بس كل ماشيس الهضرات نتبت يعني الدين ماشيس الشهود شهود نية غل زمير أنا روح الشهود باش نوي أمر الأداء دونك ثبوت إلا قد إلي سوا ستوري خطر ما نغال سور فيه كان ما نغال غار غارور طالكي غيم ذانين يتصرضى لن مبير سن نغي بلك ذلي كوميرسون مازن زنس سلي فاكتور ثيك ويل بلا لا فاكتور ثيك ويل ذلي العمال بعد ما ثوبت مسلت غير ويكي ولي سعرات فوتي وكنا دياوي غير الحقين الساعة. اما كني الدنيا تورا ما الا بغات تاكونيتي وكنا يمزانا اللي كل حاجة الى قاتلي ثورا ثورا الى كل حاجة باسكو ما تحضر ديما بالمعاملة التجارية حضر ديما وفقا للتعامل التجاري وفقا لما اين كني دينا القانون ومن بعد ابري ما الا توعصف لك القانون دي في ديدك هو شو باسكو تزورات كوما يعني تصرفينك خدمت يعني ما كني ديك مثلا البيع والشراء ما كان يظن لا فاكتور لا فاكتور يعتبر عقد تجاري زمر لا فاكتور مثل الشرط كان الى لا فاكتور ما تيتحرر الى قد يسيني زيك المدينه مثل وجاهيه يبقى ان فاكتور نزمر نويس امر الاداء والفائده ثم قران مثلا على سبيل المثال باش تنسهل مثلا يمدنا مثلا انسان يتسالي وبعض يود لا فاكتور ينس الا البيع والشراء وكالاسن يسعى لا فاكتور يتسالس مبلغ معين من نقود والدين لازم هذه لي نقود ماشي ذا النظام ماشي ذا المقاص يعني كومبونساسيون الا قضي لي ذا دريم يتسالس مثلا مبلغ من نقود يسعى لا فاكتور يزمر لا فاكتور ما الى يويستي المدينه ومن بعد المدينه اشر في الناس الفاتوره المؤشره عليها من طرف المدين تعتبر عقد تجاري ان كونترا كوميرسيال وبالتالي يزمر لا فاكتور بلا ما يروح يخدم دعوه قضائيه اسي على الاعذار بلي يعلم بلي مثلا سيدي خلص راه يزمر لا فاكتور سي الاعذار غادي يروح مباشره لرئيس الجهه القضائيه المختص غادي المختص باسكو الا شغل تشكليا الاختصاص المحلي ندرس على يعني امر الاداء غادي يروح لرئيس الجهه القضائيه المختص يعني قاضي الاستعجال جينيرالمون اسيف كلا فاكتور نيا واسيف كو كاين يسعى ثبوت يعني ذي الدعم ماين يسعى تدعي من الدين نيا وثنيسرس بموجب عريضه يعني ماشي طالب عادي باش الطالب نيسعى يوثن شكليه تراد نهضر في لاسنت يزمر رئيس المحكمه ما يزرى كان باللي الدين نيا يوضع يعني الاجلس هذه اللي باسكو الاجل ده راني كذا الشرط ماشي ما الى الدين زعما تفهم باللي في المده معينه وتروح ذوق قبل الا قرما واش نقال باللي الدين الا قضيه اللي ثابت بصلا فاكتور سلعة عرفي اعتراف بالدين نيغ انونجاجمون ثابت وحال الاداء ستادير ايميديا ولا راه مقرون يعني بمده زمنيه دونك مالا الشروطيه كلا ديتني زمر اوتوماتيكمون داويض امر الاداء اون انجوكسيون ابي ما تيديسيني الرئيس تراد نهضر امك تخدم الطالب وكنتي داوضيت داش الا قنات تخدم ابري ما داويض امر الاداء امشي راهي نروحو مذان وين غادي تولي لنا وانا كي غادي نسقسي ثورا هذا شو قلق الشروط اللي انت يسعيك تفوت هذاك يسعيك لك واضح كي راهي درا الا قادر يروح غادي تفافو كاطوس انا غادي نروح انت رئيس المحكمه انا غنمشي قلق يزمر يمانيش ما الا يحرق ماشي لا تكرا الاجراءات يعني يبو دا ياخر بيان سور سورتو ما الا تمثال تاعنا يعني مبلغ يعني الها يعني كروند سوم دارجون نقود اللي بريفيراب باسكو لا نتكرا الاجراءات الا قال انت دونك ما يسعى الدين يثبت العقد ولا فاتوره نيغ اعتراف بالدين نيغ ان انجاجمون يعني ان انجاجمون الالتزام يسعى عقد التزام من طرف المدين ادياوي الكواردنينس وثنياوي هذه خدم طالب يسيد رئيس المحكمه المختص ان دايلا يصدق داير الاختصاص الاقليمي هذه غال ان يروح المحكمه ان دايلا ومدان يعني كتوسايل المدين باش يدير الشروط ديال الشروط الشكليه سي اوبليغاتوار دونك غادي يروح المحكمه ما الا يتايل ومدين يوم دانيس مثلا سي وهران وسي خدمه امر الاداء سي المحكمه الجزائر غادي يروح المحكمه الوهران دونك فوالا
دونك هذا روح على رئيس المحكمه الوهر اسيف الطالب نيا اسيد دعم الطالب نيا الوثائق اللي تبتن الدين ينس وهذه راجو والقاضي يعني القانون يحكم في الناس باش دير في الطالب يعني هذه وقع الطالب الامر ما يقبليه سي خمس ايام سي رابيد دونك ما راه الامر ذا شو داغنيك الا قضي لي ونشرط تي نهضر في الناس المدينه والا قال هذه اللي على الموطن يعني اللي ريزيدون اللي طرونجي تكي روحها كي تسقسي ما تخطر فيك والي زمار وين لي ومي تسلاس هذه اللي ذاك اللي الجزائر يوم بعد يفغر يغالي يفغ الخارج ناغي تيدير دينا داير ايفيكتيفمون مثلا اول دا يوك ضد المشرع باسكو الاجتهاد امام وضوح النص ما هذه الماده تناد باللي هاي لك اجراءات طالب الاداء ام كي قال قضيه للاداء يناد باللي التبليغ لموطن المدين المقيم يعني هذه القضيه اللي مقيم بالجزائر هو شوف باسكو ما الا تويض امر الاداء ومن بعد تعلمت بلي تروح تنفض اجراءات التنفيذ الجبري دونك التنفيذ الجبري هذه تواخذها ماشي الجزائر ماشي مولد في بورسا يعني زمان الديني بلي يقيد القانونيه الامر الاداء بالنسبه للمدينين المقيمين في الجزائر وليس يعني ماشي المدينين التينسي برا شروط شكليه على كل حال هذه استرس طالبني اسميس اللقبيس الموطنينس ما الى الشركه هذاك الى قضيه استرس يعني الاسم المعنوي يعني الشركه النية الموطنين سانديت لا ودي الدعم الميل في موضوع ينس ودي سرسي رئيس المحكمه ودي راجو في خمس ايام رئيس المحكمه ما يزرى باللي الملف سديد والدين هو دين مبلغ ما يعني مالي يعني دي دريمن ويوضد لاجليس ومحدد المقدار وحال يعني يوضد لاجليس اوتوماتيكمون يزيد امر الاداء بعد ما رد يوي امر الاداء ثلاثيه ذا بريد ويسين المرحله الثانيه لتنفيذ امر الاداء سي لو بلوز امبورطون انداز لويسي جوستيس انت غي وكني فوالا اري ينفذن ماشي اري مرن وري صوضا مثلا ولا ذا شي بغادي يعني لو بلوز امبورطون المرحله ماشي من هو اوتوماتيكمون التنفيذ سي المحض القضائي هو المكلف بنتيكس عن يعني الاختصاص باش هذه يروح هذه يبلغ السنه التنفيذيه مي لو بلو يعني اين هم من ناكويت يعني باش هذا علم من يمدان هذا شيء لو بلوز امبورتون دون تو سا ما راه داويض امر الاداء يعني ولا قرار تعتبر باللي صعيد الاجل يعني غادي يقيم الاداء الامر الاداء اني فوسيك يعني وليس على التقدم اني غادي يقيم يعني نافذ طول الزمان خاطئ يعني سي القرار دي استهزاء مادام كنتي استعجلت والقانون يفكا يقدا تاوي ظفري دي استعجلت دونك الا قضى انا تستعجل تمثلت تبليغ الامر الاداء النية سي بور سا ما داويض امر الاداء النية الا في اقرب وقت الا قد تاويضات تبلغضيت الى المدينه دا شو المهمه كزك ستايا الا المكلف بالتنفيذ يعني المحض القضائي ما دي بلغ سنه التنفيذي الامر الاداء النية باسكو هذا يولي هذه يغال سنه التنفيذي ما لا تبلغي المدين الا قد سيخدم التبليغ والالزام بالوفاء مع ملاحظه سيخدم لوبسيرفاسيون القانون ده باللي على المدين يعني ما يسعى الاعتراض في الدين يسعى 15 يوم كان كفوسي سي وكني يرز الشرع هذا يخدم الاعتراض ماشي الشرع هذا يخدم الاعتراض فاكيد الناس قال لنا نساول زوار داول ناد باللي الامر الادائي ذا الصح ذا فريدي سهل ذا فريدي سواعجل في القانون يمدان النساء يعني السندات الدين وين يتشايل وهذيك ولكن من جهه اخرى يزمر كي ساعه استمثلت المدينه فكي نقرا يعني يكون لك اليوم راه دار سنه اثنين فوالا زمرض حتى لا داتين تبان تصعد الكونترا تصعد لي فاكتور الاجل يوضح ما كديني باللي نزمرد ناوي امر الاداء ولكن امر الاداء اي ما تنبلغ ما ولاش المعارضه في 15 يوم من طرف المدينه ذيني هذا يغال سنه تنفيذي باسكو ما يغال امر الاداء سنه تنفيذي في اجل 15 يوم اللي خدمها المعارضه المدينه الدائن صاحب الامر الاداء هذه روح الكاتب الضبط الرئيسي للمحكمه عندي الامر الاداء ازديفك لا كروس دونك هذه الصيغه التنفيذيه وكنا اللي طبق يعني ديفون دي الور كو الصيغه التنفيذيه يعني باش تضوي في دعوه عاديه في خصومه عاديه ما سنوال زمان عندي نفس صوت تمثلت اسكوس عامين ثلاث سنين زمان تعوض علاش تعيين خبير وهنا دونك فكايا يدنا سلاح هو ذو حدين يزمرك يسربح كتالوفتي كدوي يعني تحصل لحقينك في اقرب الاجل زمان شهر شهرين تاوض التنفيذ والحجز وهذه
يزمر ما الا يخدم الاعتراض، والاعتراض لازم هذه لمسبب ماشي غير الاعتراض من اجل الاعتراض، باسكو ما الا الاعتراض ينسال رئيس المحكمه يدي وقع الامر الاداء النيه قال اجل في 15 يوم، ما الا ماشي مسبب وماشي مؤسس قانون يزمر يسترفض الرئيس وهذا يكمل الامر هذه وصل التنفيذ مباشره التنفيذ ولكن ما الا الاعتراض النيه فكاد يعني مؤشرات يعني فكاد يعني يزمر هذه اللي يعني الديني شويه مهزوزني هكا يزمر الاعتراض هذه اللي مؤسسه وبالتالي هذه يوقف لو بروسيسيس الامر الاداءني وتوغال ديك المنازعه. عندنا غير تنقيط فوق في المسلايض شيني كوين يعني لو ديلي مالا ديفاغ امر الاداء كينا لانجونكسيون ابيي تنظم مالا ديفاغ الى قال مثلا هذه استهزيغ يمي يسعى الوقت وكنا ذا على من مثلا ماشي غام لافير نورمال نشرع ثكي سعى الوقت يمي مثلا سكودا مثلا ينطرم بلا شك ولا يستهزى يا راه ودي بويا اللي قادي يستهزيغ مولاش تمثلتي نسات بيان سو باسكو الامر الاداءني اللي قادي يتنفذ في اجل ثلاث شهور تلقى قسني كان علاقة ما ولاش بدون جدوى تروح تخدم مثلا شتا وكي تعطي القرار وتواصل ضرر الاجراءاتين اما كنت غال تزمر تغال فكا لي ديلي اي سون تري امبورتون اون ماتيير دو الاوامر الاداء انا غرض انا غرض مسلت نظنين عند امذان فيك والما ليس ساسو ثراكي نس لانجونكسيون ا بيي فيك والو اللي توقف على راه بالك لن يون سيار الشروط كي وفيرا اي دراي ساع الحقي وكنا ذي عاوز هذه يرز هذه يخدم الطاعن انا اش راه يخدم ذي انت مسلتي الا قتروح السريد غير وخا من الشرا السريد وكنا دي سوفا الكارطا وذي ظفار فريد النظام يعطيكم الصحه يعني كل حال تمثلت هما امر الاداء يا مسنول ماشي للحكم سيتي نوردونونس دونك دي صدر غير وجاهي بلا ما تبلغ هذه الخصم دونك ماشي للحكم باش هاد النيديا ما يرفضي رئيس المحكمه زمرة تخدم زكس الاستئناف طعن زكس خاطئ الامر الاداء ما يتوقبل اثاني توقبل ما يرفضي رئيس المحكمه يعني يضرب ليا الا اوتوماتيكمون وليس عار يعني ابريض من الطعن باش يصير واحد ترصدي رئيس المجلس واشو يقراك دو بريد المنازعه يعني القضائيه العاديه تصير واحد تسوي تلوفتك القاضي الموضوع بصفه عاديه تسوي ذاك وين يثوي ذاك القاضي دونك ما الا يترفض امر الاداء ولاش زكس يعني هو نهائي ولا يمكن استئنافه كي ديرنا يعني القانون هاد نوغالي هنكمل كان افريدك انت دا تدويلتنا اكاد نيض ميراغ ميلا دي 15 بوسان وري خذي ميراغ الطعن وخصيم المعنى سامذاني زمرة دياوي لا غوصي وكديا هادي تذري مثينس وميلا يخدم الطعن وخصيم ينس المعنى استمسل تمات خثورة وغالا غالا ميلا بعد في الاجل 15 يوم ما يخدم الاعتراض الرئيس المحكمه يدي في كان الامر الاداء النية والاعتراض النية هذه توقبل دونك ما الا يتوقبل الاعتراض النية ما سنوال اوتوماتيكمون امر الاداء النية هذه يعني ويسعى على الاخر لا يولي ماشي نافذ هذه غير ماشي نافذ اوتوماتيكمون دا شو كان الفائده دلاس لا يدل شويه عن الهضره ثم ما يتوقبلش الاعتراض المدينيه صح كي يوقف امر الاداء النيه تغلظ يعني ما كانوش الصعيد ثاره دونك شو الحقيقه دائما مقرر يعني زعما تروح الخصومه القضائيه ولكن وين يخدم لك الاعتراض لاش هذا يخدم اسي قبل رئيس المحكمه اسي قبل الاعتراض النيه ومن بعد اش هذا يخدم انت هذه طرح المساله يسعى القاضي الموضوع لاش هذه يعني غادي يغال الدائن صاحب امر الاداء النيه هذا يغال مدعى عليه في دعوى المنازعات الدينية أسي تنقص يعني الإجراءات تسجيل القضية التبليغ وكذا زمر يعني أنشتيا غادي يغال يعني على عاتق المدين من هذا يخدم دعوى المعارضة النية ونيفو القاضي الموضوع وبالتالي أسي شوية تمثلت نير ما يعطل ذا غني باسكو توالي ما دي يخدم الاعتراض قبل أجل 15 يوم ومن بعد أسي قبل الاعتراض ني رئيس المحكمة غادي يحبس ويتروح باسكو مساير دونك ما معنى ما يعطل الى في مصلحه الدائن وين يخدم لك طالب استصدار امر الاداء وين من بعد يترفض وتوقف على امر الاداء النيه دونك ما الى عطل المدني وين يخدم الدعوه في الموضوع الى قمت هذه وثق يعني القضيه ستجي المحكمه العاديه المحكمه المدنيه التجاريه وهذه يطلب استحقاق الدين على الطريق القضائي العادي انت هذه سجل القضيه انت هذه خدم التبليغ انت باسكو انت ولي باللي ما تبلغ امر اداء يعني كلا براتيك ومن بعد ما تمدي تخدم الشركه يعني غير المدينه يخدم الاعتراض وسيقبل رئيس المحكمه الاعتراض غير يحبس
باسكو يعلم باللي راه خلص على بالك المدين دائما يستعطل الاجراءات تنفيذ الدين تسديد الدين. دونك المصلحه الدائنيه ما يزرى بلي الامر الاداء يعني بالمعارضه اني لا اعتراض يحبس يزمر اوتوماتيكمون غادي يروح القاضي الموضوع وغادي يخدم دعوه استحقاق الديني سواء قاضي المدني او القاضي التجاري وغادي يتبع الاجراءات الدعوه القضائيه العاديه. تكوى المرد ياوي ومذان يتوقف الاسس هذاكي ناس طلب امر الاداء ومن بعد يعطل وكنا دياوي ولاش الاعتراض نيا صغور وخصمي ناس يعطل وكنا دياوي لا غوس وقبل يا وضع الاعتراض يبوي مع ناس يتوقف الاداء كي يروح يويض لا غوس اش كان لا غوس نوتي دي بوي راه ما يعطل اسكواس نعشو على الهضره هذاك يزمر بدون اثر ايه يسعى ديلي الا قد ينفذ في اقرب مادام نيام دا مثلا العبره فيك ولي مذان انا كا سيرتو ما كوين يعني لا غوس الا قوينا ثني بولهن ما مثلا هو الخطيب يعني وين يختار نبري ذي الامر الاداء اعلم باللي يزرى اولا يزرى باللي الدين الدين يعني دي الطلب يثبت يعني كل وثائق يعني رسميه يعني عرفيه يعلم باللي الدين يوض لجليس ويعلم باللي ما يوض امر الاداء ولا زج المعارضه اوتوماتيكمون غادي يروح للتنفيذ الجبري سي تو طافي نورمال باسكو تايد الغايه المشرع تايد الغايه القانون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. التنفيذ الجبري سي تو طافي نورمال باسكو تايد الغايه المشرع تايد الغايه القانون يمي دي خصص البون داينيا الخاص في قانون الاجراءات المدنيه والاداريه يخصص البون الاوامر الاداء يفكاتيد باش هذه يستعجل تمثالي لمداني يسعان يعني يعني يسعوا لي فاكتور يسعوا الدين ينسيفان ومحدد المقدار بس يعجل مذموق تمثال تكي القانون كي غذيني الهاني مي بس يعجل يتمثالي نقم ذانن بس يخفف تاعكم ثاغن غا في خام النشرة ولا في خام النشرة وكلوري تيارة الحرس وذا ربح ذي تذريم ربح ذي تذريم تربح ذي الوقت سورتو كان مكني ونصح راس هذا تيخام
المشروع ما هذه اللي تمثال تفاني واش غنروح على المد القاضي نسجل الدعوه ونبنوا المصاريف للدعوه القضائيه والتبليغ وترجمه الوثائق وهذه زكس بزاف المسائل مادام الصعيد اشو كان مذاني لقد يعلم باللي الى شروط لان الشروط ديال الشروط اللي قضيه لي ديني الناس محدد يعني يتوالى المعنى مكتوب يسعى الكاغض ديسفكانين الكاغض يعني ماشي بالشرط الكاغض يعني الورقه رسميه عقد يعني رسمي سمعتي لي ورقه فوالا تسمى هذه اللي عقد عرفي ان انجاجمون لا عند المدين دونك ما يسعويه يتحلف باللي يسعى في ورقين ويضد لجل الدينية كنوص يعني بلا ثاني لا القانون يهضر يعني في الامر الادائي زمرة تويض تمثالتي كرئيس المحكمة وتويض الامر الادائي في اقرب يعني دون لي ميور ديلي دي طون تمثالت سوا زاليس والقانون تمورثنا ديما يفدوغ يفدوغ دوين يلان ريثمتي دوين يلان ريثو دارت يمذانون وديما يتعرض وكنيا هذه سي سهل غف يمذانن ثاني القاعدة القانونية ثاني ميرثي نكثر نروح غير ثار كنت نغ استقصيين من بعد الجنجل الزول إثيكال تنظن وبدا شي كدير حقا لا وانا كي ثدويتنا ديما تكمل وبدي استقصين نون فوق فرد نار ويد تشكام غال ميل تدويتنا في مسالة وبازوان تي في بوان دي زد استقصي غا من زوا متر ثقشيش تكيثني ديال العمر 25 نيس كواسن والسعارة غا السعارة غا بطاقة الهوية فقراش والسبا غا ذي سمينس تسقم ذا نكا يسعاني سماون تستحين سي سماون نسن ديني تيجاني وكنو تسوفو غا لاكارد ديدونتيتي نيس قراش لاكارد ديدونتيتي نيس قرا هي درا زمرا تفدلي سميس وشي قلاقني وكنا تفدلي سميس تزوال اثنين تندى انت هي غادي سقطنا اثنين تعطل 25 سنه الله يبارك تم طويت يعني تسعى والكاغ كيسعى غزالين يسعى غزالي انا يتوحوج يتوحوج في بطاقه الهويه الوطنيه دونك تعطل كاسينا باللي مادام القانون في كاس بريد اللي هو بريد باش تخدم الطالب تغيير الاسم من داك لا باش يقلق يسعى الاجراءات نص الطالب تاع اللي تر الوزاره داوي كره الكواد يعني ديني سهل ماشي ديني وكاع وتبرر الى قضيه الطالبين سمو بر من بعد الاجراءات دينين ذي توعلن طالب نيس ما يتوقبل ذي توعلن سي الجريده ست شهور وهذيك مي اجراءات مبسطه ذا شو كان الا قد ساعه انكسينا تعطلت تروح على وزاره العدل تفدينا الدوسي ذا شاز دينين تاع الدوسي نس طالب تغيير الاسم وودع الاجراءات ماشي ديال هذه لا ذوك خا من الشرع ماشي ذوك خا من الشرع هي كي لا الاسم الاسم لو نون نون دو فامي سي ان دوموند ما يسعى اسم سي او نيفو دي مينيستير سي ان دوسي عادي نورمال ذا شو كان يان ديلي باسكو مرض مرض ما يقبل الطالب الى قضيه موضوع اعلان في جريده في لي سي موا باش ولاش المعارضه ولاش الاعتراض ما هذه فكلي ديليني قد يصل مرسوم بتغيير الاسم بصفه عاديه استقصي عني ظن وكي قال في بلي خام سانا خام كي قويت تعيشين ذي لان ديفيزيون اني ثمانية ظن اذي سني ظن ولي فغارا الفيع ذا شو نقلق خبن ديلي حاليكي تصبو ذيك كان يتديرن ديك خا من الوراثه كي مسالين البيع في الشيوع ما وقتي الا يونا كاير ترى بون ما يقوم يزم هذه خدمه بريد نشوفها دونك مادام في كاس القانون بريد نشوفها مي ما الا ذا كامين يعني ما كاين نقار من الزكاره مادام بلي البيع ني غادي يوي الفائده مي لو كان هذا جزر القانون يعني المحكمه ما زرى بلي القسمه القسمه واخا ما يقوم هناك يعني تاثر الثمن نعقرني تقيم زاليس وتتفكيت عن طريق البيع بالمزاد العلني باسكو ريزميراس الموقفيه ينس الرافض ولو تكريسا لمبدا حريه الشخص والتصرف وهذيك ولكن امورنينك ما الى يفاند يعني الخبره تخدم المحكمه باللي يستنقص الثمن وخامني ما يتوان زكي امورك دي صحن ما توديت يعني بيكونير مو نقدا يستنقص وزميرات تعطل البيعين وبالتالي غادي يروح عن طريق البيع بالمزاد العلني وهذه هو موريس ما يقوم دونك تغمير النزاع مؤبدك
أسقسي عن جاروس المغاولة كان ماتخ نهي هي دران زبالة لا سيزيان غف العقار غف شال ذي ديفان بلي في حالة شوية مازال غدي لان ديفيزيون إيفيكتيف ما ثولا ما إلا وين يتايل لنا كنيا ما إلا ما يروح هذه سيزيان الحصة ينسى توفات بلي كار شوية يعني الوراثة نظن يسون با ريسبونسابل شركاء جو دي بيان يوشو باسكو شركاء سون با ريسبونسابل لا ديتنيا حاشا ما الا ما الا يموت المدينه باسكو الحصه المدينه تغال تورث الورثه ذاين يضغال ريسبونسابل ما الا يريد مثلا مازال يسير الحياه ني با سون با ريسبونسابل باش هاد السيزيان يعني الحصه هذيك لا سيزيان غاتيلي حاشا في الحصه وين يعني وتيسير المدينه المدينه تن ميرسي نشي ماتر يعطيك الصحة إن شاء الله علينا نوفق إن شاء الله على حساب إن شاء الله إن شاء الله هاني اللي نرد غف أكني لاق غف يستقسين سنة دوليل دي تدولين دي تدون إن شاء الله كون وإذا غنا ونينا ثان ميرسي متقيم مم يذنا وثادويل التمثال ديما مازاليت يذوان وزمان ما تشجع مكان كدنيا يستقسين ون غال ميل تدويل تنعثي مسالة وباز وعن تيفي بوان دي زاد جاكون دي لهنا دي الخير غالثي مليليث